بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش بعون الله عز وجل مع محاضرات في اللغة العربية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف. واللغة العربية هي لغة القرآن، وهي الأداة التي من خلالها نفهم النصوص الشرعية، ولذلك كان لزاما على الدارس العلوم الشرعية أن يتقن القواعد الأساسية للغة العربية، فهي أداة فهم النصوص الشرعية. وإذا تطرق اللحن إلى اللغة العربية قد يترتب عليه الوقوع في محظور شرعي، لذلك كان لزاما علينا أن ندرس اللغة من ناحية تطبيقها ومن ناحية كونها أداة لفهم القرآن والسنة. وبإذن الله سوف تكون المحاضرات في النحو، فالنحو علم يعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب ومن حيث البناء، وأحوال ضبط أواخر الكلمات العربية، وكما يقولون الإعراب فرع المعنى، بمعنى أننا حينما نقوم بإعراب كلمة إنما يكون هذا الإعراب من خلال معناها ومن خلال موقعها في الجملة. ونبحث في الكلام المفيد، ولكن لمعرفة الكلام المفيد لابد من دراسة الكلمة وأنواعها، لأننا نحكم على هذه الجملة بأنها اسمية أو بأنها فعلية من خلال تحديد نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل. ونبدأ ونقول بعون الله عز وجل: الكلمة أقسامها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، ولكل نوع من الأنواع الثلاثة علامات يتميز بها عن الآخر. فمثلا الاسم له علامات: الجر، التنوين، النداء، قبول الإسناد إليه، هذه علامات الاسم. ومن الممكن أن نضرب مثالا لهذه العلامات، يجمع هذه العلامات فنقول مثلا: يا أهل الحق، آمن الصحابة بمحمد نبيا ورسولا. فأولا يا أهل الحق، يا حرف نداء، أهل، كلمة أهل اسم، كون الكلمة منادى يعني ينادى عليها، ولا ينادى إلا على الاسم، فهذا دليل على اسميته، إذن هذا النداء. يا أهل الحق، الحق كلمة بها ألف، الألف واللام، أل، فهي اسم، الكلمة لا تدخل الألف واللام أو لا تقبل الألف واللام إلا إذا كانت اسما. آمن الصحابة، آمن هذا فعل، والصحابة فاعل، وقد أسند الفعل إلى الفاعل، والفعل لا يسند إلا إلى الاسم. إذن الإسناد هذا، يعني حتى حينما نقول كيف نتعرف على أن الضمائر المتصلة مثلا أسماء، نقول بالإسناد مثلا، يعني نقول حينما أقول قرأت أسندت الفعل قرأ للتاء، والتاء هنا ضمير رفع متصل، والدليل على اسميته الإسناد إليه، قرأت. وهنا كذلك الصحابة فيها علامتان: العلامة الأولى الألف واللام، العلامة الثانية الإسناد إليها، الإسناد إليها. فكما قلنا أسندنا الفعل، آمن إلى الاسم اللي هو الصحابة، وذلك هو الفاعل. إذن النداء الألف وقبول الألف واللام، أيضا الإسناد إليه، التنوين: يا أهل الحق، آمن الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بمحمد تنوين، نبيا تنوين، رسولا تنوين. إذن
علامات الاسم: النداء، قبول الألف، قبول ال، التنوين، وأيضا الجر بمحمد. الباء حرف جر، ومحمد الاسم مجرور بالباء، والجر من علامات الأسماء. إذن كما قلنا، الجر والتنوين والنداء وقبول ال والإسناد إليه. مثل: يا أهل الحق، آمن الصحابة بمحمد نبيا ورسولا. فيا أهل، كلمة أهل اسم لأنها منادى، وكلمة الحق بها ال، والصحابة لأن بها ال، وتم إسناد الفعل إليها آمن، وبمحمد للجر هذه الكلمة الاسم مجرور، ومحمد ونبيا ورسولا التنوين. أما الفعل فله ثلاثة أنواع: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. الفعل الماضي علامته قبوله تاء التأنيث الساكنة في آخره. حينما أقول قال محمد، طب حينما يكون الفاعل مؤنث أقول قالت فاطمة، طالما قبل الفعل تاء التأنيث الساكنة في آخره فهذا دلالة على أنه فعل ماض. قال تعالى: قالت نملة. قال هنا فعل ماض لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة في آخره، هذه علامة. علامة أخرى قبولها أيضا تاء الفاعل، تاء الفاعل. حينما أقول قرأت، كتبت، وتاء الفاعل للمتكلم تكون بحركة الضم قرأت، وللمخاطب بحركة الفتح، أو قول قرأت سافرت، وللمخاطبة بحركة الكسر قرأت. إذن كون الفعل يقبل الحاق تاء الفاعل المتحركة به هذا دلالة على أنه فعل ماض. قال تعالى: ففررت منكم لما خفتكم. الفعلان ماضيان لأنهما قابلا تاء الفعل. الفعل المضارع علامته يعني قبوله دخول لم أو لن أو السين أو سوف عليه. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. يلد ويولد فعلان مضارعان لأنهما قبل دخول لم عليهما، ولم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. لن، قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع، دخلت عليه لن، وهذه علامة من علامات الأفعال المضارعة، قبول دخول لن عليه. أو السين أو سوف. السين مثل قوله تعالى: سيقول السفهاء. يقول فعل مضارع، العلامة هنا دخول السن عليه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يأتي فعل مضارع، دخلت عليه سوف. إذن علامة الفعل المضارع قبل دخول لم أو لن أو السين أو سوف. الفعل الأمر علامته دلته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. دلته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. يعني أقول مثلا للمذكر كل، للمؤنثة كلي. أقول المذكر اشرب، للمؤنثة اشربي. قال تعالى: فكلي واشربي وقري عينا. فهنا هذه أفعال أمر لأنها دلت على الطلب، ثانيا قبلت دخول ياء المخاطبة عليها. إذن علامات الأفعال: الفعل الماضي قبول دخول، قبوله تاء التأنيث الساكنة في آخره، وقبوله أي تاء الفاعل. علامة المضارع قبول دخول لم أو لن أو السين أو سوف عليه. علامة الأمر دلته على الطلب مع قبوله دخول ياء المتكلم، مع قبوله دخول ياء المخاطبة عليه.
هذا بالنسبة لعلامات الأفعال. الحروف يعني الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها، ولا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. بالنسبة للحروف منها ما يختص بالأسماء مثل إن وأخواتها، الحروف الناسخة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه الحروف خاصة بالأسماء. ومنها ما هو خاص مختص بالأفعال مثل لم ولما وأن ولن وهكذا. ومنها ما هو مشترك يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال مثل هل وهل وهمزة الاستفهام. يعني هل مثلا قال تعالى فهل أنتم شاكرون، فهل أنتم شاكرون، هل دخلت هنا على اسم ضمير أنتم، وتدخل أيضا على الفعل. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أتى فعل ودخلت عليه هل. إذن هل والهمزة حرفان يدخلان على الأسماء والأفعال. أما مثلا إن وأخواتها هذه حروف ناسخة خاصة بالدخول على الأسماء، ومنها ما هو مختص بدخول الأفعال مثل الأحرف الجازمة أو أحرف الناصبة للفعل المضارع. إذن تقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف وعلامة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. ننتقل إلى مصطلح مهم في علم النحو وهو المعرب والمبني. ما المقصود بالمعرب وما المقصود بالمبني؟ المعرب ما يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة وبتغير العوامل الداخلة عليه. ما معنى هذا؟ مثلا كلمة كتاب، هذه الكلمة معربة، لماذا؟ يتغير آخرها بحسب موقعها في الجملة. مثلا أقول هذا كتاب، هنا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. قرأت كتابا، كتابا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. إذا تغير من الرفع إلى النصب. اطلعت على كتاب، دخلت عليه على وهي حرف جر فجرته، نقول اطلعت على كتاب اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. إذا تغير كلمة كتاب كتابا كتاب حسب الموقع في الجملة، هنا وقعت خبر وهنا وقعت مفعول به، وحسب العوامل الداخلة عليها دخل عليها حرف الجر على فجرته. إذا ما دام هناك تغيير هذا دليل على أن هذه الكلمة معربة. أما المبني فهو ما يلزم حالة واحدة مهما تغير موقعه في الجملة ومهما اختلفت العوامل الداخلة عليه. يعني مثلا اسم الإشارة هؤلاء مبني على الكسر، غيرنا مثلا تغير موقعه في الجملة، نقول مثلا هؤلاء منصتون، وقع هنا مبتدأ والمبتدأ حقه الرفع، ولكنه مع ذلك كسر آخره لأنه مبني على الكسر. يقول هؤلاء منصتون، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. دخل عليه مثلا عامل من عوامل النصب لا يدخل على مثلا الأحرف الناسخة، لا يدخل على المبتدأ فتنصب مبتدأ اسما لها، ويقول إن هؤلاء منصتون، ومع ذلك كلمة هؤلاء لزمت الكسر لأنها مبنية. إن هؤلاء مع أنها اسم، إن اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن الناسخة، إن هؤلاء منصتون. أقول مررت بهؤلاء، دخلت عليها حرف الجر، إذن لزمت الكسر في حالة الرفع هؤلاء منصتون، وفي حالة النصب إن هؤلاء منصتون، وفي حالة الجر مررت بهؤلاء. إذن الكلمة المبنية هي ما تلزم حالة واحدة مهما تغير موقعها في الجملة ومهما اختلفت العوامل الداخلة عليها. أما الكلمة المعربة يتغير آخرها. الكلمة من حيث الإعراب والبناء، عندنا أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف. الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، الفعل منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، الحرف الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية تلزم حالة واحدة. إذن الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني. فمثلا من الأسماء المبنية الضمائر
أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، وضمائر أيضا المتصلة، تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون النسوة، وهكذا. الأسماء الموصولة عدا المثنى، الأسماء الموصولة الذي، التي، الذين، اللائي، اللاتي، وهكذا. أما المثنى اللذان واللتان فيعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. أسماء الإشارة، هذا، هذه، هؤلاء، أولئك، تلك، عدا المثنى هذان أو هاتان فيعربان إعراب المثنى منهما، فنقول مثلا في حالة الرفع هذان وفي حالة النصب والجر هذين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. أسماء الاستفهام، كيف، أين، وهكذا، هذه الأسماء مبنية. أسماء الشرط، من وما ومهما إلى آخره، وبعض الظروف مثل حيث. فهذه يعني بعض الأسماء المبنية تلزم حالة واحدة مهما تغير موقعها ومهما دخلت عليها عوامل مختلفة. وأما باقي الأسماء مثلا فمعرب، كلمة محمد، كلمة علي، كتاب، قصة، رسالة، قلم، هذه الكلمات كلها مبنية يتغير آخرها حسب الموقع، من حسب موقعها في الجملة وحسب العوامل الداخلة عليها. بالنسبة للفعل، ما هو منه ما هو مبني ومنه ما هو معرب. الماضي، الفعل الماضي مبني دائما، والفعل الأمر مبني دائما، والمضارع يبنى في حالتين ويعرب في غير، أي في غير ذلك. يبنى في حالتين، يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. نون النسوة هذا ضمير، ضمير رفع. إذا اتصل بالفعل المضارع يبنى على السكون. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن، يرضع، العين هنا سكنت آخر الفعل لاتصالها بنون النسوة، لاتصالها بنون النسوة، يرضعن. إذن الفعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون. أقول مثلا: المتفوقات يكتبن بهذه الكيفية. ويبنى في الحالة الثانية على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، وهذه النون هو حرف يدخل على الفعل المضارع يدل على التأكيد. يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد. قال تعالى: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ليسجنن نون توكيد ثقيلة، وليكون نون توكيد خفيفة. وبني الفعلان على الفتح لاتصالهما بنون التوكيد. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. إذن الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. الفعل المضارع يبنى في حالتين: إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. إذن الفعل المعرب الفعل المضارع إذا لم يتصل به إحدى النونين، إحدى النونين، ولذلك يتغير آخره، يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجزوما. مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافعوا، يدافع هنا فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. ويأتي منصوبا إذا سبقه ناصب، أن أو لن أو كي أو إذن، أن مضمرة أو ظاهرة. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. يخفف فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة. قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة. إذن إذا سبقه ناصب كان منصوبا، وإذا سبقه جازم كان مجزوما. لم ولما ولا الطلبية أو النهية، ولا مطلب أو لام الأمر، وأدوات الشرط إن ومن وما ومهما، وهكذا. إذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه،
قال تعالى لم يلد ولم يولد، يلد ويولد، فعلان مضارعان مجزومان، لماذا؟ دخلت عليهما لم. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. إذن الفعل المضارع معرب إذا لم يتصل به إحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد. وإذا كان معربا يأتي مرفوعا إذا لم يسبقه نصب أو جزم، ويأتي منصوبا إذا سبقه ناصب، ويأتي مجزوما إذا سبقه جزم. إذن الكلمة من حيث الإعراب والبناء، الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، والفعل منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني. الفعل الماضي والأمر مبنيان دائما، والفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. ومنه ما هو معرب إذا لم يتصل به إحدى النونين، يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجزوما. مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب أو جزم، منصوبا إذا سبقه ناصب، مجزوما إذا سبقه جزم. أما الحروف فكلها مبنية، أما الحروف فكلها مبنية. هذا وبالله التوفيق.